فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم إن المنافقين استغلوا هذه الحادثة، لأن من عادتهم أنه إذا حصلت حوادث في بين المسلمين يستغلونها لأجل التفرقة، ويفرحون بها من أجل إشاعة الفتنة، ففرحوا بهذه الواقعة، يريدون أن يفرقوا بين المهاجرين والأنصار الذين جمعهم الله على الإيمان وعلى التقوى. فقال رئيسهم وخبيثهم عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد قالوها؟ ثم قال: ما لنا ولهم شبه إلا كما يقال: سم كلبك يأكلك، هكذا يقول قبحه الله، يتمنن على المهاجرين بأنهم آووهم ونصروهم، يتمنن بهذا عليهم، ويظن أنهم هم السبب في عزهم وفي ما نالوه من الرفعة في الأرض، يظن أن هذا بسبب الأنصار. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يريد به نفسه قبحه الله، والأذل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للقبائل والعصبيات. وماذا أغنتهم هذه العصبية قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكونوا يتقاتلون فيما بينهم؟ الأوس والخزرج، كانت الحرب يوم بعاث استمرت أكثر من 100 سنة يتقاتلون بينهم، حتى هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفئت الفتنة وصاروا إخوة متحابين. لكن بقي النفاق في قلوب هؤلاء موتورين، يريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع وهذه الكلمة، وأن يعيدوا الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها. الله جل وعلا فضحهم.